أخبار ومواعيد رياضية على الحياة FM. أخبار الرياضة على الحياة FM. مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم في لايف سبور اللي بدا ببطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم وبرنامج المقابلات المؤجلة من مرحلة الذهاب نهار الخميس 12 جان في ماضي ساعتين في الملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس، مباراة الكلاسيكو بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي، ونهار الجمعة 13 جان في كيف ماضي ساعتين في ملعب رادس مباراة النادي الافريقي اللي يستضيف اتحاد بن قردين. في نفس الإطار السلطة المعنية قررت رسميا الترفيع في عدد الجماهير في المقابلات اللي باش يحتضنها الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، واللي تم الترفيع فيها رسميا 24500 متفرج في كل مقابلة. الهيئة المديرة لمستقبل الجيش أعلنت تعاقدها مع المدرب الرياضي الجلاسي خلفا للمدرب شوقي زبيدي، واللي باش يشرف غدوة على أول حصة تدريبية بملعب أحمد خواجة بالمهدية. نذكر أنه فريق مستقبل الجيش يحتل حاليا المركز السادس بالبطولة برصيد 6 نقاط. النادي السويقسي قرر إلغاء مباراة الودية ضد الاتحاد المنستيري واللي كانت مقررة نهار الخميس 12 جان في ملعب الطيب المهيري بسفيقس، في قرار تم اتخاذه بطلب من الإطار الفني لفريق السي اس اس. في كاس تونس لكرة القدم وبرنامج مقابلات الدور التمهيدي الأول الخاص بأندية الرابطة المحترفة الثانية واللي باش تتلعب نهار لحد 15 جانفي، جمعية جربة تستضيف الجي اس كا هلال مساكن مع القلعة الرياضية. أمل جربة يواجه أمل الرقبة بتطاوين، مستقبل واد الليل يلعب ضد مستقبل جابس، شبيبة العمران تستضيف الملعب الجيبسي نادي بمبلة مع نادي القربي، مستقبل المرسى يواجه النجم الراسي مكارم المهدية مع جندوبة رياضية، نادي حمام لمف يستضيف سبورتينج المكنينة، ترجي جرجيسي وجه الملعب السبيقسي، قوافل في القفصة تلعب ضد مستقبل محمدية، وسبورتينج بن عروسي وجه أولمبيك مدنين. في الرابطة المحترفة الثانية رسميا الهيئة المديرة لمستقبل المرسى أعلنت تعاقدها مع اللاعب علي دحنوس في الميركاتو الشتوي الحالي، ملاعب يشغل خطة ظهير أيسر ومتكون في الشبيبة القيروانية، وسبق له اللعب مع عديد الفرق على غرار النادي الإفريقي أولمبيك سيدي بوزيد، ترجي جرجيس واتحاد بن قردين في الموسم الحالي. عربيا وفي كأس الخليج العراق 2023 وبالنسبة لنتائج المقابلات اللي تلعبت اليوم لحساب الجولة الثانية، عمان تفوقت على اليمن 3-2، ومنتخب العراق البلد المنظم انتصر على المنتخب السعودي 2-0. في كرة السلة غدوة تتلعب مقابلات الجولة الثانية من مرحلة البليوف، كل المقابلات ينطلقوا 6 متاع العشية في القاعة الأولمبية بسوسة درب الساحل بين ليطوال والاتحاد المنستيري، في قاعة رادس متعددة الاختصاصات مباراة النادي الإفريقي مع النجم الراسي، وفي قاعة الزهرة الزهرة الرياضية تستضيف الدالية الرياضية بوغرومبيليا. في التنس لعبتنا التونسية أونس جابر حافظت على المركز الثاني في التصنيف العالمي للعبة التنس المحترفات الصادر اليوم. نذكر أن أونس جابر كانت أعلنت اليوم عن عدم مشاركتها في دورة أديلايد الاثنين الأسترالية بسبب الأوجاع اللي كانت عودتها على مستوى الظهر. خارج تونس وفي أبرز مقابلات اليوم في الدوريات الأوروبية، في الليغا الإسبانية أتلتيك بيلباو متعادل حاليا أمام أساسونا 0-0 في الشوط الثاني، وفي الكالتشو الإيطالي سيريا بولونيا متقدم على أتلانتا 1-0 في الشوط الأول. نختم نشرتنا بمعلومة صحية تساعد الرياضة على تعزيز المناعة وتنشيط الذاكرة مع حماية القلب وتحسين قدرة الرئتين، بالإضافة لتقليل فرص الإصابة ببعض الأمراض الصدرية. هذا كل ما عنا في لايف سبور، أجمل تحيات سيد ترابلسي، وإن شاء الله ليلتكم زينة. لايف سبور، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة.